عليكم، أنا اسمي ليان ماجد من الصف التاسع، واليوم سأعرفكم عن علم من أعلام الأدب العربي فدوى طوقان. فدوى عبد الفتاح طوقان شاعرة فلسطين، سنديانة فلسطين، خنساء فلسطين، شاعرة الحب والآن الألم، شاعرة الرثاء والموت. تعرفت على صورتها من خلال كتابها أخي إبراهيم الذي حفزني إلى الاطلاع على شعرها، فقرأت دواوينها واطلعت على رحلتها الصعبة والأصعب، وتابعت البحث عن مقالاتها وحواراتها ولقاءاتها والكتب التي تحدثت عنها والدراسات التي صدرت عن شعرها، فوقفت مندهشا أمام شخصية مليئة بل مشبعة بالعواطف الحساسة التي تفيض بالانفعالات الصادقة القوية النابعة من تجارب الخاصة والعامة. فجاء شعرها ملتجما مع ميولها وموهبتها التي حدثتنا عنها في سيرتها الذاتية والتي لم تطلعنا فيها على الكثير من زوايا حياتها، وإن كانت قد تحدثت عن نوافذ أخرى بجراءة وصراحة، وخاصة عن علاقتها مع أهلها في البيت الكبير بيت العائلة، وعن جوانب الحب والعواطف الشديدة التي رافقت علاقاتها في حياتها وعواطفها تجاه شعبها ووطنها. عندما تمكنت من الخروج إلى أمها الحياة، فانطلقت من شعرها الذاتي إلى شعرها الاجتماعي ثم السياسي والوطني، فبرعت وابدعت وكشفت واكتشفت، وأصبحت محيط أنظار المثقفين والصحفيين والسياسيين من عرب وغيرهم. تقول فدوى: لم أفتح خزانة حياتي كلها، فليس من الضروري أن ننبش كل الخصوصيات. هناك من يأتي إلى هذا العالم يجد الطريق أمامه مفتوحاً ناعماً، وهناك من يأتي فيجد الطريق صعباً. على هذا الطريق الصعب رماني المجهول، ومن هذا الطريق الصعب بدأت رحلتي الجميلة.